مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. استئناف الدروس بالمعاهد والمدارس الثانوية مع مواصلة حجب الأعداد بقرار من الجامعة العامة للتعليم الثانوي. أكثر من 20 رجل أعمال إسباني في تونس لمزيد دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين عبر رصد تمويلات في مجال الطاقات المتجددة. في المؤتمر الدولي ببروكسل لجمع المساعدات الإنسانية للسوريين توقعات بالحصول على نحو 9 مليارات دولار لدعم اللاجئين. أهلا بكم من جديد. صنفت صباح اليوم الدروس بالمعاهد والمدارس الإعدادية مع مواصلة حجب الأعداد وفق القرارات الجديدة التي اتخذتها أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال لقائهم بممثلين عن النقابات الجهوية للتعليم. تفعيل قرار حجب الأعداد يبقى ساريا وفق الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى حين الدخول في مفاوضات جدية والتوصل إلى اتفاق هام يخص الأساتذة. يأتي ذلك وسط رفض عدد من التلاميذ الدراسة في الأسبوع المقبل الذي يعد موعد عطلة عقب دعوة وزارة التربية إلى اعتبار الأسبوع المقبل أسبوع عمل حتى يتمكن التلاميذ والأساتذة من تدارك ما فات من دروس شرط أن لا يقع المساس بأجور المربين. نظم المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالتعاون مع مؤسسة الاستثمار والتصدير الإسبانية أيام الشراكة التونسية الإسبانية، وتهدف هذه الأيام الأولى من نوعها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتمكين المشاركين من رجال أعمال وفاعلين اقتصاديين من التعرف على فرص التعاون ومناخ الاستثمار. أكثر من 20 رجل أعمال إسباني وشخصيات فاعلة في الحكومة الإسبانية وفدوا إلى تونس بهدف ضبط خطة للتعاون الثنائي وإنجاز مشاريع بينية ومزيد استكشاف فرص التعاون والأعمال ذات التمويل الدولي، ويحظى قطاع الطاقات المتجددة بأهمية بالغة لدى الطرفين بالنظر للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. عندنا برامج كبيرة بالنسبة للطاقات المتجددة خلال هذا الأسبوع، آخر الأسبوع باش يقع معنا إصدار كراس شروط وطلب العروض بالنسبة إلى 800 ميجاوات جديدة اللي أعلن عليهم السيد الرئيس الحكومة منذ أسبوعين تقريبا، وتعرفوا كانوا معناها تقريبا 200 ميجاوات، فمن 200 تحولنا إلى 800 ميجاوات وهي مشاريع كبيرة. كان مجلس الوزراء قد أقر فتح خط قرض لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 25 مليون أورو، والآن يجب تفعيله بالتنسيق مع وزارة التنمية، وبدورها تعهدت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتمويل مشروعين في مجال الطاقات المتجددة. كما يناقش المشاركون في أيام الشراكة الاقتصادية التونسية الإسبانية أيضا البرامج والمشاريع المتعلقة بمجالات الفلاحة والبنية التحتية والنقل وتحلية مياه البحر. تتوفر تونس على إمكانيات وفرص استثمار مهمة لكلينا، وهذا لقاء على غاية من الأهمية وسيثمر بالضرورة شراكات مهمة في قطاعات عدة، ونحن متأكدون أن كل الجهود مبذولة لنجاح الشراكة الاقتصادية بين تونس وإسبانيا. منذ شهرين جاء رئيس الحكومة الإسبانية لتونس، واليوم عاقدين اللقاء هذا الكبير بين الشركات التونسية والإسبانية باش ندعم الحركية التبادل بين تونس وإسبانيا. وعرفت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين تونس وإسبانيا تطورا بلغ أوجه خلال السنة الحالية من خلال تتالي الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين والنمو الهام لحجم المبادلات وافتتاح الغرفة المشتركة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، نظم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية منتدى الملكية الصناعية تحت شعار الملكية الصناعية محرك الابتكار والإبداع في المجال الصناعي. إبراز أهمية الملكية الصناعية في التنمية الاقتصادية من خلال التشجيع على البحث العلمي والتجديد ودفع الاستثمار، ذلك ما يهدف إليه منتدى الملكية الصناعية الذي انتظم احتفالا باليوم العالمي للملكية الفكرية. المخترع أو المبدع كيف عنده فكرة، الملكية الصناعية تخليها ملكه هو باش ينجم ينتفع بها هو
لمدة معينة باش يصنعها باش يسوقها. حضورنا هو لتمثيل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا اليوم العالمي، وهو يوم يعنى بخاصة بدور المرأة في الابتكار والإبداع. الملكية الصناعية وهي عنصر كامل وشامل للملكية الفكرية بصفة عامة. وتحتل الملكية الصناعية أهمية بالغة في ظل الاقتصاد المعولم، وتلعب دورا فعالا في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وتمكينها من اكتساح الأسواق العالمية رغم بعض العراقيل. كنا نحن أول شركة في إفريقيا وفي العالم العربي اللي تصنع الروبوتات، وأول شركة حطت على السوق العالمية روبوت لحراسة المنشآت الخاصة. اللي ناقص في الجمهورية التونسية هو ما ثماش محامين اللي يكتبوا يعاونونا في كتابة براءات الاختراع، خاطر لازم هما سبيسياليست معناها يعاونوك، مش تبدا انت الاختراع محمي كامل معناها الحمايه نتاعو. هذه حاجه من الحاجات اللي اليوم الاقتصاد تاع العالم كله يرتكز عليه، الملكيه الصناعيه والوزاره الصناعه والمؤسسه الصغرى المتوسطه. طبعا عندنا عديد من البرامج بالنسبه للتعاون الدولي اللي هي ماشيه في التمشي هذا، منهم برنامج مع وكاله التعاون الدولي الالمانيه. وتم خلال هذا المنتدى توقيع اتفاقيه تعاون في مجال الملكيه الصناعيه بين كل من المعهد الوطني للمواصفات والملكيه الصناعيه ووزاره الفلاحه، كما تم الاعلان عن بعث اكاديميه وطنيه ستقدم دروس تدريب لترسيخ ثقافه الملكيه الصناعيه. أكد خبراء في مجال الطاقة أهمية التكوين الموحد لتطوير سوق الطاقة الشمسية في تونس، وذلك خلال اختتام مشروع تدعيم القدرات والموارد البشرية الذي نظمته أمس وكالة التعاون الألمانية للطاقة الشمسية بتونس. في اختتام مشروع تدعيم القدرات والموارد البشرية لتطوير سوق الطاقة الشمسية في تونس، أكد المشرفون على هذا المشروع أهمية التكوين الموحد لتحقيق الانتقال الطاقي في البلاد. تونس ماذا بها في عام 2030 30% من الطاقة تكون من طاقة المجددة، ما نجموش نخلطه كان ما نكونش التكوين موجود. زادة نحطوا في بالنا اللي اليوم هذه الطاقات المجددة حاجة جديدة في تونس، دونك مش موجود عبيد متكونين في هذا المجال، هذاك علاش التكوين مهم ومهمة جدا في هذا المجال. سي بروجي كي سو كونسونتر سو لو رونفورسمون، مشروع يرمي بالاساس الى تدعيم الكفاءات التونسيه لتركيز لوحات فولتو ضوئيه بكامل الاراضي التونسيه. عملنا الى حد الان مع 12 مركز تكوين في مجال الطاقه الشمسيه، اصبحت الان مؤهله لتقديم التكوين اللازم، وذلك منذ جانفي 18 و2000. بالنسبه إلينا فإن التكوين أصبح إجباريا لكل العاملين في مجال الطاقة الشمسية في تونس. وبحسب الخبراء في المجال الطاقي، فإن توحيد تكوين الأعوان ودعم الموارد البشرية سيساهم في تحسين جودة الخدمات المزداة من قبل المؤسسات الناشطة في المجال الطاقي. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بوحدة صناعية مختصة في تكييف وتعليب وتصدير التمور بالمدخل الشمالي لمدينة جمنة من معتمدية تقبل الجنوبية، أسفر عن خسائر مادية كبيرة تجاوزت 90%، حيث خلف احتراق قرابة 130 طنا من التمور من حوالي 100 طن جاهزة للتصدير كان سيتم نقلها صباح اليوم، وفق ما أكده صاحب هذه الوحدة لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. وتجاوزت تكلفة التمور التي احترقت مليون دينار، ولا يزال أعوان الحماية المدنية يقومون بعملية التبريد بعد التمكن من إطفاء النيران، وذلك للحيلولة دون اندلاعها مجدداً. خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، استنف صباح اليوم النواب النظر في بقية فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية بعد أن توصلوا في جلسة سابقة إلى المصادقة على الفصل 297. وقد شهدت جلسة اليوم أيضا المصادقة على عدد من الفصول المعدلة والتي تم إسقاطها بعد أن حصل التوافق بشأنها صلب لجنة التوافقات، منها الفصل 201 والفصل 208 والفصل 295. انتظمت اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حملة للتوعية بأهمية حزام الأمان ودوره الفعال في التخفيض من مخاطر حوادث الطرقات، وذلك من خلال عرض لتجربة السيارة المحاكية.
حملة وطنية لتحسيس مستعملي الطريق بأهمية حزام الأمان، أهم محاورها عرض لتجربة السيارة المحاكي في إطار تعاون مع الجمعية الفرنسية للوقاية من حوادث الطرقات. اليوم تنتظم محور من محاور الحملة هذه في شارع الحبيب بورقيبة، ولتتمثل في تركيز السيارة المحاكي اللي تعطي وتوري أهمية استعمال حزام الأمان، واللي هي تجربة حية لحادث مرور كنا جربناها سنة الفارطة وسنة اللي قبلها، وعطات يعني بعد كبير، وهو يعني في إطار استنباط وتجديد آليات التوعية والتحسيس الموجهة لمستعملي الطريق. فرنسا هيلة على الأخر، توريك القيمة متاع السنتور كي تتقلب بك الكهرباء في حالة تكون في أكسيدان لا قدر الله. إدارت بي برشا مرات والسنتور ما خلتنيش نتحرك من بلاستي. عندها جروب إلكتروجين بالبنزين، أنا بنشغل الكهرباء ندورها، ثم الحزام الأمان هو اللي يشد الراكبين الزوز. كما تم خلال هذه الحملة تقديم مطويات لمستعملي الطريق لتوعيتهم بالمخاطر التي قد تنجر عن عدم وضع حزام الأمان. ضمانة سيكوريتي دونك لازمة حماية تاعو باهية بالطبيعة، ما بصراحة 60,000 خطيته غالية. هي تو بالله سامح لي في وسط بلاد كيما هكا، علاش لازم تحطوه؟ اتورود في حاجة نسمع. باهية نتمنى في كل وقت حزام الأمان وربي يبقى علينا ستر. وقد أكد الخبراء أن استعمال حزام الأمان قد يخفض من خطورة حوادث الطرقات بنسبة 85%. نفذوا الصحفيات العاملات بوكالات الأنباء العربية إلى مواقع القرار مثل عنوان الندوة نظمتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية ومؤسسة كونراد أدينوار بتونس. الندوة حضرها عدد من الصحفيات العاملات بوكالات الأنباء العربية. 23 صحفية عن 16 وكالة أنباء عربية اجتمعنا في ملتقى وكالة تونس إفريقيا للأنباء تحت عنوان نفاذ الصحفيات العاملات بوكالات الأنباء العربية إلى مواقع القرار. نحن في تونس لنا تجربة إيجابية ومتطورة في هذا الصعيد، سواء على مستوى تمكين المرأة من الارتقاء لمواقع القرار سياسيا ومجتمعيا ومهنيا، وبالنسبة لوكالة الأنباء التونسية هناك حضور مميز للمرأة الصحفية التي قرابة 80% من العاملين فيها من الصحفيين هم صحفيات. هذه هي الندوة الثانية التي تعقد للصحفيات العربيات خلال 37 عاما، وبسبب الآن من الضروري أن نعطي السيدات المجتمع والآنسات أيضا الأهمية الكافية، لا سيما بالنسبة للعمل الصحفي والإعلامي. يجب أيضا العمل أكثر على مزيد تدعيم مكانة المرأة العاملة في المجال الصحفي ومواقع القرار في المؤسسات ووكالات الأنباء العربية. وضعية الصحفيات العاملات في وكالات الأنباء في العالم العربي وعوائق توليهن مواقع القرار هي أبرز محاور ندوة وكالة تونس إفريقيا للأنباء. توجد بعض الصعوبات بسبب الاجتماعية، الأمور الاجتماعية، ولكن يعني ما شاء الله المرأة وصلت الآن تقريبا في كل المناسبات وفي كل المناصب الاجتماعية الثقافية العلمية. في عملية تشخيص لما هو موجود وعملية تغيير الواقع للأفضل، لأنه كلنا عم نشوف أنه للأسف العدد قليل جدا في وجود الصحفيات في مراكز فرع القرار في وكالات الأنباء. هي مقترحات للنهوض بوضع الصحفيات العاملات في وكالات الأنباء العربية تقدم وتناقش على مدى يومين بهدف إطلاق حوار حقيقي حول نفاذ الصحفية العاملة في وكالات الأنباء العربية إلى مواقع القرار. وفي جولة أخبارنا الدولية، ولليوم الثاني على التوالي تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمرا للهيئة المانحة لسوريا على أمل إيجاد تمويل كاف للعمل الإنساني الموجه للسوريين، وهو سابع مؤتمر سنوي حول مستقبل سوريا تشارك فيه دول مانحة ومنظمات إنسانية غير حكومية ووكالات للأمم المتحدة.
تقديم مساعدات ل5 ملايين لاجئ سوري يقيمون في دول مجاورة ونحو 6 ملايين نازح داخل البلاد، من بينهم 250,000 يعيشون ظروفا قاسية نتيجة الحصار في مناطق مختلفة. هدف يعقد من أجله في بروكسل مؤتمر الهيئة المانحة لسوريا، مؤتمر يشارك في نسخته الحالية 85 وفدا وسط غياب طرفي النزاع في سوريا. وستكون وعود الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية بتقديم هبات ستكون مؤشرا لالتزامها حول مستقبل سوريا حسب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني التي شاركت في الإعداد للمؤتمر استغلت المناسبة للحصول على دعم لاستئناف المفاوضات في جنيف بشأن سوريا برعاية الأمم المتحدة، داعية إلى دفع العملية السياسية، لكنها أقرت بأن حل النزاع يبدو أبعد من السابق، مؤكدة أن تدهور الوضع الميداني يدفع نحو ضرورة التوصل إلى حل سياسي. جمعنا اليوم أكثر من 80 مشاركا من منظمات عالمية ودول وأصدقاء وشركاء من المنطقة ومن المجتمع الدولي بهدف مساعدة السوريين بالأساس، وسنواصل دعم السوريين والمحافظة على حياتهم. سنساعد الأطفال لمواصلة الدراسة وسنؤمن وصول الماء والغذاء للمواطنين. دعم تؤكد الأمم المتحدة التي لم تحصل هذه السنة سوى على أقل من ربع المبلغ الذي طلبته للأعمال الإنسانية في سوريا، تؤكد أن السوريين في أمس الحاجة إليه، محذرة من إمكانية حدوث كارثة إنسانية جديدة في إدلب السورية بالخصوص. وحسب مصادر إعلامية يأمل منظمو مؤتمر الهيئات المانحة جمع نحو 9 مليارات دولار للمساعدة الإنسانية في الداخل السوري فضلا عن دعم اللاجئين في دول الجوار. ويسعى الاتحاد الأوروبي حسب مراقبين إلى الاستفادة من هذا المؤتمر للتذكير بأنه ما زال حاضرا إنسانيا وتنمويا في الملف السوري رغم تقلص دوره السياسي، حيث يبتغي استخدام مؤتمر بروكسل لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مضمونها وقف القتال وبدء العملية السياسية. ضمن آخر التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى جامعة القدس والمدارس في وقت أصيب فيه عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة في محيط جامعة القدس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. في تصعيد إسرائيلي جديد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين اليوم خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات القنابل الغازية السامة والأعيرة النارية باتجاه مجموعة من الشبان حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد عمدت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى جامعة القدس والمدارس. يأتي هذا التصعيد في وقت حذر فيه رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وليد عساف من أن الاستيطان الإسرائيلي فصل مدينة القدس العربية الإسلامية عن الضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من وطنهم التاريخي. وأكد المصدر نفسه خطورة القرار الأمريكي المتعلق بالقدس وتداعياته الخطيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل خارجة عن القانون الدولي وأنها بنيت على إيديولوجية استيطانية ونهب الأرض. وشدد وليد عساف على أن الصمود والثبات والمواجهة هي الأساس لمجابهة هذه الاستراتيجية الخطيرة التي يتوخاها المحتل الإسرائيلي لطمس دولة فلسطين من الخارطة العربية على حد قوله. أعلنت إيران اليوم رفضها لما ورد في المناقشات الأمريكية الفرنسية الجارية في واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. يأتي ذلك فيما ألمح الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مشروع اتفاق جديد لمنع سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط. رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني ما ورد في المناقشات الأمريكية الفرنسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ووصف روحاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه رجل أعمال يفتقر للمؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية معقدة على حد قوله.
يأتي ذلك فيما واصل ترامب لهجته الرافضة للاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران عام 2015. وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الاتفاق بصيغته الحالية لا يتصدى لنفوذ طهران المتنامي في الشرق الأوسط أو لبرنامجها للصواريخ الباليستية. في المقابل اقترح ماكرون العمل على عرقلة أي نشاط نووي إيراني حتى عام 2025 والتصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وتهيئة الظروف لحل سياسي لاحتواء نفوذ إيران في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. ورغم إحجام ترامب عن الالتزام الصريح بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بحلول 12 من مايو المقبل، فقد أكدت مصادر فرنسية مسؤولة قبول ترامب فكرة اقتراح اتفاق جديد على طهران، وذلك وسط تساؤلات عن مواقف دول أخرى موقعة على الاتفاق مثل الصين وروسيا، وما إذا كانت ستوافق على أي إجراءات جديدة ضد إيران. أما بشأن الملف السوري فقد أوضح ترامب مجدداً رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إتمام مهمتها في مواجهة إيران وضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي. في الأثناء طور ترامب وماكرون صداقة على نحو ملحوظ في وقت احتفظ فيه قادة عدة دول أوروبية بمسافة بينهم وبين الرئيس الأمريكي، صداقة يأمل ماكرون أن تساعده في إحراز تقدم لا بشأن الملف الإيراني فحسب، وإنما أيضا لإعفاء أوروبا من خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب فضلا عن حماية اتفاقية باريس للمناخ. ذكرت مصادر أمنية في دالاس الأمريكية أن اثنين من أفراد الشرطة أصيبا بجروح خطيرة جراء تعرضهما لإطلاق نار في متجر بولاية تكساس الأمريكية، وأن مدنيا أصيب أيضا في الحادث هذا وتواصل السلطات هناك عمليات البحث عن المشتبه به. في أخبار الرياضة، أعلنت إدارة النادي الإفريقي أمس الثلاثاء فسخ التعاقد رسميا مع المدرب الفرنسي بارترون مارشان بالتراضي إثر حصوله على مستحقاته المالية. وكانت هيئة الإفريقي قررت إعفاء مارشان من مهامه إثر الهزيمة أمام النادي البنزرتي في البطولة لتعين مكانه كمال القلسي. تأهل التونسي مالك الجزيري إلى ثمن نهائي دورة برشلونة المفتوحة للتنس بتغلبه على الأمريكي أرنستو أسكوبيدو بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-3، وسيواجه الجزيري في الدور القادم البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الفرنسي جيل سيمون. ثقافيا، تنظم جمعية النهوض بالمرأة الريفية بالمحرس معرض الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة بصفاقس. المعرض الذي يعد فرصة لترويج منتوج الحرفيات جاء تحت شعار يوفى المال جدين وتبقى صنعة لدين. في هذا المعرض في فضاء الفندري بالمدينة العتيقة بصفاقس تحاول الحرفيات البحث عن سبل أخرى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحرفاء وأيضا للتعريف بمنتوجاتهن التقليدية. نحاول ديما اني نطور من الخدمه نتاعي، نحاول اني ديما نعرف بالمنتوج نتاعي عن طريق التظاهرات، عن طريق المعارض، نحسن ديما معناتها من المنتوج نتاعي، نعمل معناتها نعرف بروحي، نحاول اني الماكسيموم معناتها نظهر معناتها الصوره الباهيه للمنتوج نتاعي. احنا الحرفيين الجدد جيتين نعرفوا برواحنا بالتظاهرات هذيا، ندمجوا مع الجمعيات هي اللي باش تعرفنا باش نحاولوا ان نوريو المنتوج نتاعنا. فما اقبال على منتوجاتك؟ الحمد لله يا ربي فما اقبال والعباد فرحانه بينا برشا. جمعيه نهوض بالمراه الريفيه بالمحرس تراهن في مثل هذه التظاهرات على ان تغير المراه الحرفيه من واقع الصناعه التقليديه وان تثمن صنعه اليدين. في الاخر تقعد كان صلاه اليدين، كما قاعدين تشوفوا الناس الكل اللي المعرض مصلي عم بيه، في برشا منتوجات تقليديه، الاكسسوارات، الفخار، الزيوت الطبيعيه. ايش لميت لي البنات هذوما من الارياف؟ من الارياف باش يعملوا الترويج، ترويج المنتوج نتاعهم، باش يدخلوا في السوق نتاع ترويج المنتوج، وباش كيف كيف يعملوا لي كونتاكت نتاعهم. حسب التراث بكل كامل كصفه عامه، علاه ترجع هكا للحيوط كما نقولوها احنا تقاليد ما فيها ولا فهمت عليا؟ لا حوايج اللباس صح تقاليد صح، ما لقيتش حاجه داخله جديد هذا. يعني كله من ريحه التراث التونسي. يعطيك الصحه، هذو من ريحه، وكي نشوف حوايج اخرين هكا نلقاهم هذو احنا داخلين لينا من احنا نقولوا القبائل.
نيغاس نقولوا قبائل النيغاس، واش عندكم انتم درك لهنا؟ احنا عندنا في القبائل عندنا احنا اللي. حين التقت الحرفيات في فضاء الفندري بصفاقس امتزجت الالوان بتفاصيل ما انجزنه من اعمال تقليديه، هي خطوه اولى لهن للتميز وايضا للتاكيد على قيمه الصناعات التقليديه. ختام النشره مشاهدينا، وهذا تذكير بابرز عناوينها. استئناف الدروس بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية مع مواصلة حجب الأعداد بقرار من الجامعة العامة للتعليم الثانوي. أكثر من 20 رجل أعمال إسباني في تونس لمزيد دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين عبر رصد تمويلات في مجال الطاقات المتجددة. في المؤتمر الدولي ببريكس لجمع المساعدات الإنسانية للسوريين توقعات بالحصول على نحو 9 مليارات دولار لدعم اللاجئين. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.